مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنت واجد في المنزل ديال محمد الأب ديال سناء 12 سنة، أول ظهور للأخ ديالها هو اللي جالس معايا الآن. شنو سميتك؟ أحمد. أحمد. أحمد، غادي نشوف معاه مجموعة من النقاط كذلك في الموضوع. محمد، أنت محمد هو أحمد؟ نعم. مزيان. كي داير الأمور؟ التواصل ديالك مع الجمعية، مع المغاربة؟ الحمد لله والشكر لله. انا كنشكر الناس المغاربه، كنشكر سيدنا الله ينصرو لينا، وكنشكر الناس المغاربه اللي عاونوني والناس الجمعيه، وانا راهم ونسوني ونسوا هاد البنيه هذه هي، الله يجازيهم بخير وشكرا اخي. كيفاش الوضع ديالها دابا؟ مزيان الحمد لله. ملي كتسمع الرئيس الناس الجمعيه جايين عندها، راه فرحت وشدت شويه الامان، الله يكثر خيرهم، وراهم فرحانين بينا اليوم وماشيين، وراهم جاو تال عندنا، وهذيك البنيه راه شدوا لها شويه في خاطرها، الحمد لله. والناس ونسونا، هاد الناس الله يجازيهم بخير والله يكثر خيرهم. الله يسر لك يا ربي. مشاهدينا الكرام، لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع، الجمعيه بالاعضاء ديالها كيزوروا في المنزل اليوم، عمليه افطار جماعي اليوم مع الجمعيه. وكذلك الهدف ديال الجمعيه هو يستفسروا الاب في مجموعه من المعطيات، وكذلك يسرد لهم القصه في عين المكان في خضم الموضوع. معايا احمد. احمد اول ظهور ليه، اللي هو الابن ديالو، الاخ ديال سناء. غادي تعاود ليا، انت سمعتي الامور، انت تبارك الله فتي 18 سنه، كنتي كتمشي للسوق، سمعتي اختك اش وقع لها، تكرفصات، عرفتي شكون لقيت اللي كتمشي للسوق ويوقع لي هادشي، كيفاش شفتي انت هادشي يا احمد؟ كنمشي يوم السوق من با في الغنم، كنجي كيخرج بكري مع هاديك تلاتة، كنجي بحال الدار بحال خاوي صافي، كنمشي يوم با السوق أمي بقات هي بحال في المحالة، مع كان با أحمد قالت لها بها هي صافي، كان با مريض يديهم الطبيب بقى هي بحال المحال. وانت فين كتمشي؟ كيمشي للسوق، خير نمشي للسوق، كيمشي تا كيمشي للسوق، طيت انا بحال المحال. انت قريتي شوية؟ لا شوية. مشيتي درتي بقيتي تمشي للسوق؟ اه تمشي للسوق صافي. ما عمرك شكيتي في شي حاجة؟ ما عمرك شتي شي وحدين كيجيو عندكم هنا للدار؟ ما عمرك؟ اه ما شفت حاجة صافي صافي. من بعد ملي سقتي الخبار؟ من بعد شفت اخبار ولا شي حاجة، حتى لحد مات يا با احمر اخبار ولا حتى حاجة، حتى ديالك محمد ستوك شتيك. شكرا ليك. مشاهدينا الكرام، غنشوف مع الاب هو شيئا ما النطق عنده، وشنو المشكل اللي عند احمد؟ احمد مسكين ما عنده شويه جهاز عصبي، وعنده نسال ديالو ثقيله ليه، ودخل للمدرسه كنت كيف شي يقرا كويا، وواحد الوقت لحق للجاوج والثالث، جاتو مدرسه بعيده وجاه النقط، الهضره ثقيله عنده مسكين، وهذاك الشيء مسكين بحالي ما دار ما عرفش يقرا، وراه موالين الدار وبقى مع جده، هادشي اللي كاين. شكرا لك يا ربي، والحمد لله على كل حال، الله يفرج عليك يا ربي. احمد شكرا لك. مشاهدينا الكرام، لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع، كما قلت في السابق، الجمعيه الان كاينه في المنزل ديال احمد من اجل المسانده والمؤازره، وكذلك الاطلاع على مجموعه من حيثيات القضيه في عين المكان. مشاهدينا الكرام، الجمعيه في الرئيس ديالها، كذلك في الاستاذ المحامي، وكذلك اطر اخرى لي الهدف ديالهم انهم يتعمقوا اكثر في الملف. مشاهدينا الكرام، الجمعيه ونحن كذلك لم نتوانى ولو لحظه في تتبع هذا الملف، وسوف اوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.